من العين كان له سؤال في قوله تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا قريب وليس قريبة، مع أنه رحمة تعود عليه هذا الوصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. طبعاً هذا السؤال أثير حقيقة أكثر من مرة، يعني السؤال عن أولا يعني من الناحية اللغوية نذكر أنه إذا كان القرب للنسب فهذا يذكر ويؤنث بحسب المذكر والمؤنث. تقول هو قريبي نسبا وهي قريبتي. أما إذا كان في غير النسب هذا يصح تذكيرة وتأنيثة. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. لعل الساعة قريب، يعني الساعة أيضا مؤنثة، مؤنثة في الرحمة، لأن هذه ليست قرابة النسب. يجوز فيها الوجه، يجوز التأنيث والتذكير، قريبة وقريب. إذا من الناحية رحمة هي ليست نسب، نعم، فإذا يجوز فيها الوجهان، التذكير والتأنيث. هذا أمر، هذا واحد. نعم. إن الأمر الآخر، حتى لو هذا لم يكن، عندنا حكم نحوي. حكم نحوي أنه قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث بشروط، منها أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة، أو يكون المضاف كل المضاف إليه أو بعضه أو كبعضه. هذه الشروط. عندنا يعني في اللغة أمثلة كثيرة هذا. قال تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين. لم يقل خاضعة، خاضعين مع الأعناق، الأعناق خاضعة، خاضعة لكنه من المضاف إليه. أعناقهم هم، أها، الآن تكل يعني جعل الخبر للمضاف إليه خاضعين، خاضعين أعناقهم لها خاضعين، يكون خاضعة المفروض. يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذا جزء، الأعناق جزء من الإنسان، من الكل، صحيح. ولا نعم، يعني كما شرقت صدر القناة من الدم. من هذا من شواهد النحوية. الصدر مذكر، شرقت، شرقت، لأن القناة مؤنثة، الصدر جزء. حينما يكون التركيب تركيب إضافي، تركيب طبعا مضاف، صدر القناة مضاف ومضاف إليه، هو الكلام عن المضاف إليه، هو كان هو الكلام عن المضاف إليه، لأن رحمة الله هو مضاف ومضاف إليه. رحمة الله لفظ الجلالة مضاف إليه طبعا، فيجوز أن ينصرف الوصف على المضاف إليه في شروط، شروط أن يكون المضاف صالح للحذف والمعنى لا يتغير. يعني إن الله قريب من المحسنين مثلا في خارج القرآن، هم أيضا شاهد هذا عندهم، ما الله أكبر. نعم. هذا شاهد عند النحاة. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى. إنارة العقل لازم نقول مكسوفة، مكسوفة صحيح، وقال مكسوف. لو قال العقل مكسوف بطوع هوى يصير. مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي. تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي، المر مذكر. قال تسفهت، تسفه، لأن الرياح مؤنث اكتسب منه. هذا يعني طول الليالي أسرعت في نقضي، نقضنا كلي ونقض، طول الليالي أسرعت. نعم، يعني لو حذفنا الليالي أسرعت في نقضي يكون الكلام صحيح. صحيح. والبيت المشهور: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، وما حب الديار شغفنا، هو شغف يغفى حب. إذن من الناحية اللغوية ومن الناحية النحوية ليس هنالك يعني إشكال. يبقى سبب الاختيار وخلص، نحن قلنا جائز. نعم صحيح، هو جائز خلص. إذن الآن الجواب انتهى، جائز.
لكن لماذا اختار التذكير هنا؟ وجائز. لماذا؟ لماذا هو؟ لماذا اختار؟ إذن الإجابة لغويا ونحويا يجوز، ما فيها إشكال، ليس فيها إشكال. هو ربنا أراد أن يكسب معنيين. لو قال إن رحمة الله قريبة، هذه اختص القرب بالرحمة فقط. فقط رحمة الله قريب، إشعار لأن الله قريب وأن رحمته قريبة. ثانياً، الله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب ورحمته قريبة، اسمه التوسع هذا في المعنى. يعني عندما جاء بالتذكير أشعرنا بأن رحمته قريبة وأنه هو قريب بذاته من المحسنين، فإذا اكتسب معنيين. لو أنث ما راح يكون إلا معنى واحد، وهو قرب الرحمة فقط. بينما هو الآن هو إشعار وإلماح إلى أنه هو ورحمته قريبة. نعم، وهذا قال إن رحمة الله قريبة. إذن من الناحية النحوية يجوز، ومن الناحية اللغوية، ومن الناحية البيانية اختار بديع. جيد جيد.